السلام عليكم، مرحبا بكم في واحد الفلوق جديد. اليوم ان شاء الله نمشيو ندير واحد الجولة في زرقاني. هذا في عبد المؤمن، نتمنى الضوء يشعل. سنتر في برلين وبدتي بان اللي على اليسار ديالنا ما وصلناش ليها، الولاية القديمة. كاين واحد الولاية ولات في اليمن، من كاين الولاية الجديدة. وهنا هذا هو الرادار الجديد اللي دارو، يقولك تيشد الصمقة تيشد اللي حارق الضو، داروه في بلاصة اللي حرق ما يزقلوش. عاطل حب له حب لهم دايرين هذاك الرادار. واش وين سنتر يتعطل السطوب. هو في أكثر من دقيقة بس مسكينه قديم نسبقه ويوقف ونعاود نسبقه ويوقف. الستوبات مدايرينهم كبار شويه في الوقت، حيت من انت تكون القديم انت تكون القديم ساتيري هنا راه يالله يالله. لما تكون الدنيا خاوية تيبان لك ستوب راه طويل بزاف. لكن هذا ماشي مشكل بالنسبة للزرقاني، شارع كبير
شاف يدير المسارات واحد جوج ثلاثة أربعة، وكاين ندير بيكارات نقولو حنا ثلاثة كاع. ثلاثة ماشي بحال وحدة، يدوز حدا موطور يدي صعيب شوية. طوبات شدونا بزاف، احسن حقه هاي. شارع الزراوي الناس راه غير هذا هابط الترينين اللي باغي يمشي حدا الجامع، هز قرعة وزيد قرعة الماء، هو الراجل كاع ترينا وجا. الضباب هذا قربنا دابا الكورنيش ديال المسجد الحسن الثاني، هذا هو الكورنيش ديال المسجد الحسن الثاني. نتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنساوش واحد لايك وسبسكرايب، والله يعاون المسجد الحسن الثاني.